السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة بسم الله الرحمن الرحيم. اللي قصبين دول يا جماعة، هدوا شوية يا جماعة يا جماعة. السلام عليكم يا جدع، الفراخ ده كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة عندنا فيديو جديد من لعبة بلانس فيرس زومبيز 2 ريفلوش. النهاردة يا جماعة هنبدأ في العالم قبل الأخير، وهو عالم الهوليداي مش أب. العالم ده يعني تقريبا في منكم اللي طمني منه، قال إن هو عالم سهل، وفي منكم اللي خوفني، يعني إن شاء الله متفائلين في العالم ده إنه هيكون سهل. فطبعا أنا في العالم ده مش عارف حاجة خالص. العالم ده تقريبا مش عارف اشكال الزومبيز هتكون عامله ازاي، ولا اشكال النباتات، ولا اشكال النباتات اللي هجيبها لي. النباتات في اللعبه الاصليه، بس اشكال الزومبيز بقى اللي هجيبها لي مش عارف. فيلا يا جماعه، طبعا قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبدا في اول ليفل كده على السريع، وان شاء الله يعني يطلع ليفل كده سهل بسيط. طبعا هو من باين لي كده ان الزومبيز يعني عادي، بطيئه، زومبيز عاديين، فمش اتوقع ان احنا مش هيحصل مشكله. اوكي يا جماعه، هي دي التشكيله اللي احنا جبناها، تشكيله يعني عاديه جدا. هو نزل لي هديه، الهديه دي ايه؟ هو انا لو قتلتها يطلع لي حاجه مثلا؟ اوكي، بتطلع لي شموت. نايس، يعني كل ما يعني اخلص على واحد من الصناديق ديت تطلع لي شموس. اوكي اوكي، وباور كمان، يعني مش شموس بس. اوكي يا جماعه، الحمد لله باين ان الليفل سهل قوي، يعني تقريبا ده اول ليفل فكده يكون سهل، فمش محتاجه حاجه يعني. ليتس جو، ليفل سهل جدا، مش محتاج اي حاجه خالص. ليفل حرفيا اسهل منه مفيش تقريبا. طبعا ده اول ليفل، انت متوقع ايه يعني؟ اوكي، هو هيجيب لي من كل مرحله شكل ولا ايه؟ يعني هو ده مرحله بشكل تاني اهو. وايه الزومبيين دول كمان؟ ايه دول صحيح؟ انا مش عارف بيعملوا ايه الزومبيين دول. ايه ده؟ جماعه انا لما بكسر الصناديق الهدايا دي بتطلع لي نباتات. حلو والله، جميل خالص اهو، حاجه جميله. الزومبي ده عامل زي اللي بتاع العالم الفراعنه ده اللي بياخد الشموس، ودي برضه عامله زي اللي في عالم العالم بتاع ده، مش عارف اسمه ايه، ده مش فاكر اسمه. ايزي، وفتحنا اول نبته بتاع اللي بترمي بتاع بترمي بتاع. الله الله، يعني ما لقيتش غير بتاع. الله جامد يعني. هو وكل تقريبا كل عالم مرحله، كل عالم مين، كل ليفل مرحله وشكل. والله كويس عشان ما نزهقش. ايه 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 ايه، تروح فين؟ الو، ده عدى خلاص يا جماعه، هدوا شويه يا جماعه يا جماعه. هو الليفل 3 كده يا جماعه؟ احنا ما اتفقناش على كده يا جماعه، يا جماعه احنا ما اتفقناش على كده خالص. ليتس جو، خلصنا الليفل 3. الصراحه كان الليفل 3 متعب شويه، بس استيل كويس يعني. ويلا بينا على الليفل 4. والله كويس اهو، احنا خلصنا تقريبا اول 4 ليفلات في وقت قياسي، يعني 4 ليفلات في اقل من 10 دقايق. يلا، نفس التشكيله، مش هنغير حاجه. التشكيله دي الصراحه عجباني جدا، يعني تشكيله ممتازه من الاخر، مش محتاج نغيرها خالص، تشكيله كويسه جدا. انا كنت بقى عامل حسابي بقى ان احنا هنلعب مثلا 10 ليفلات عشان العالم هنلاقيه صعب، بس الصراحه طلع عالم سهل جدا يعني. فممكن ان احنا نلعب اول 16 ليفل مش 10 ليفلات بس، لو لقينا العالم بالسهوله دي. وياب، خلصنا الليفل 4. بقول لك الليفلات سهله خالص، حرفيا سهله، اسهل من شرب المويه حتى. ليتس جو، اديني ال 1000 كوين يا حبيبي، ونروح على الليفل 5. كل الليفل كده بيغير لي شكل المرحله وشكل الزومبيز برضه، على شكل النباتات، على شكل الحاجات يعني. نايس، اوكي، جاب لي تشكيله مقبوله نوعا ما، جاب لي فيها البرتقانه كويس. النبته الصراحه، نبته البرتقانه الصراحه من افضل النباتات بالنسبه ليا. الشبح الفلفل دي، ايه ده؟ بس انا حاسس ان هي اضعف شويه من اللعبه الاصليه بشويه. يابا، انا ملاحظ ان هي اضعف، واضعف بكتير كمان يعني. الحقونا الحقونا. لا، اكل البرتقانه يا ربي. اخي البرتقانه دي انا دافع فيها مبلغ كبير، 300 شمس يا اخي. يا جدع، ايه الليفل ده يا جماعه؟ مش شويه. الو، ليتس جو ليتس جو، خلصنا الليفل 5 وبكل سهوله، ونروح الان على ليفل 6. ايوه، هو ايه كانوا في ايه بالظبط؟ هو ايه بتاع الزومبي؟ الو، استنى، مش كان الزومبيز دول شفتهم؟ نفس بتوع جزء بلانس في الزومبيز هيروز. ايوه، ده الزعتوط اللي بينسخ نفسه، وده اسمه سوبر برينز تقريبا، وده بتاع الزومبي الرائز ده. ياه، موجودين هنا. ايه ده؟ ده جايب لي 4 نباتات بس، هذا اخدهم. استهبل صح؟ 4 نباتات ايه يا عم؟ ده ما يعملوش حاجه دول. اوكي،
الله يعين، اربع نباتات بالظبط، ولا بديل بزومبيين كمان. اهلا اهلا. هو الشيء المبشر ان المرحله فلاج واحد بس، غير كده مفيش حاجه مبشره اصلا. ليتس جو، قتل الثلاثه زومبيز في نفس الوقت. نايس. احنا محتاجين شموس يا جدع، احنا محتاجين شموس. لا 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 لا. الو، ايه ايه حاج انت يا معلم باشا؟ ايوه كده. لا اوكي، عدى واحد روحت العربيه. كان نفسي ان انا اخلص الليفل بدون ما عربيه تروح خالص، بس صعب صعب، الليفل صعب قوي على فكره. اربع نباتات ولازم اخلص الليفل بيهم. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناه شيف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي غصبين دول يا جدع، اللي غصبين دول. الو، من فين جم دول الزومبيز الزعاطيت اللي غصبينهم فجأة دول؟ ليتس جو، خلصنا الليفل 6 مع شوية خسائر بس برضو خلصنا، ده أهم حاجة. أوكي، رجعنا تاني لنفس الديزاين بتاع الثلج ده. أهلا، الزومبي ده بقى، نفس الزومبي اللي بيجمد النباتات ده، صح؟ اللي هو عارفينه ده؟ أتمنى تكون فهمته قصدي، عشان أنا عارف إن شرحي زبالة بكل المقاييس. جبنا تشكيلة كويسة جدا، خلينا بقى نبدأ كده على السريع ننزل الفطر و يب. طب هو إيه البتاع بقى اللي بياخده الزومبي ده؟ عامل كده زي مش عارف المشروب اللي بياخده في عارفين المشروب اللي بياخده في عالم الليل ده؟ أيوه هو ده نفسه. يعني بيقويه وبيكبره وبيزود الهيلث بتاعه وبيزود سرعته وكده، يعني حاجات هبله عبيطه كده. الله، وصلناه كمان، جه هنا. الو، ضغام النبته، النبته طاغي يا جماعه. الزومز اللي تحت كتار شويه يا جماعه، ده مش شويه، ده شويتين ثلاثه كمان، شويتين ثلاثه اربعه يا جماعه. لا ارجع ورا، لا ارجع ورا، ارجع ورا، يلا بقى بقى. ليتس جو ليتس جو ليتس جو، يلا ارمي عليهم كرزة وخلص عليهم يا مدير. ويلا بينا نروح على الليفل 8 كده سريع سريع. يلا، احنا ما جبناش وقت يا جماعه كده، عايزين نخلص ال 16 ليفل كده في كام دقيقه كده. يلا يلا سريع سريع. ديزاين جديد للمرحله، لازم نجيب 4000 شمس. اوكي، نفس النبات عادي. ايه ده؟ لا مش عادي، التلجه اللي جابها لي دي كالعاده. لازم حصرنا في عدد النباتات، وممنوع كمان اجيب المستنسخه كمان. الله الله، ماذا سنفعل؟ اتوقع ان انا هجيب الضفدع، عشان برضه هنحتاج ان احنا ننتج شموس اكتر واكتر يعني، فهنحتاج ممكن نحتاج الضفدع ممكن. انا مره في المرات شريته وقلت عليه معفن، كنت بقول عليه وحش ليه مش فاكر الصراحه، اصل انا فاكر ان انا شريته من زمان تقريبا ايام ما كنا في عالم اللوست سيتي تقريبا، ففاكر ان انا شريته وقلت عليه وحش، مش فاكر قلت عليه وحش ليه. تقريبا كان عشان بياكل فتره طويله، بيقعد ياكل فتره طويله وبينزل فتافيت شموس حرفيا. الو الو، ده جيوش، ده بيغصبين لي جيوش. استنى بس نجمع الشموس نخلص منكم بقى. يلا يلا، 50 شمس 50 شمس، يلا اي نبته تقدر تديها 50 شمس. ليتس جو ليتس جو، ويب ايزي ليفل 8. صحيح عندنا في حبه بسيطين بس يعني يظل ليفل ايزي برضه. يلا بينا على الليفل 9. اوكي يا جماعه، الليفل طلع سهل قوي، لا سهل جدا كمان الصراحه. الليفل يعني اسهل ما يمكن يعني. وليتس جو، خلصنا الليفل 9 والان نروح على الليفل 10 يا صاحبي. مش محتاج اقول ان الليفلات الصراحه سهله جدا 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 يعني، فيلا بينا خلينا نروح على الليفل 10. يعني انا الصراحه مستمتع في العالم، والعالم سهل جدا، الليفلات سهله جدا كمان. ها يعني ايه بطل وات؟ مش فاهم. بطل 25 زومبي يعني يعني استخدم عاوزين نرمي الزبده على 25 زومبي. ليتس جو، 24 23 ساعة كده وعلى عزمش وعلى عديني بس مشينا عشان انا مستعجل. وات؟ الو، على طول كده كان الزومبي اللي قدامه والنبته اللي قدامه ولا كانها موجوده اصلا ومشى. ايه ده يا عم؟ ليتس جو، خلصنا المهمه. هنكون صحيحين، المهمه اصلا سهله جدا يعني. طبعا المشكله بقى ان الدوره اصلا نبته ضعيفه جدا، ده مش ضعيف جدا، وغير كده انا ملاحظت على فكره ان الزبده ما بتاخدش وقت كتير الا اختفت. اقول لك حاجه، عيد الليفل احسن. جيب كالعاده نبته الاسطوره
نبتة البولينج. الضبع حلوة على فكرة وممتازة جدا، بس المشكلة بقى في النسخة اللي هنا بقى هو يلا ضعف الضرع خلاها نبتة يلا ملهاش قيمة خالص. ليه يا اخي؟ كالعادة طبعا الزومبي الصغير ده لازم ياكل النبتة قبل ما تلحق اصلا تستوعب انها موجودة. يا اخي كمية اللاج اللي في النباتات دي غريب قوي. لا لا يا اخي كان فاضل اتنين. يا ربي يا اخي كان فاضل اتنين، كان فاضل اتنين. اقسم بالله النباتات هنا غريبة والزومبيز اغرب كمان، عارفين حاجات غريبة قوي. السلام عليكم يا جدع. الفراخ ده كلهم يا ربي. الليفل ده اخيرا يا شيخ بعد ما صرفنا 2000 كوين واتبهدلنا في الليفل ده الحمد لله عرفنا نخلصه. ايه الليفل المستفز ده؟ حرفيا الليفل المستفز ده قوي. يلا بينا. الو ايه ده؟ طيب هي المهمة الوحيدة ان احنا نحمي النباتات دول عادي سهل ان شاء الله. هو نفسي اعرف هما الزومبيز رؤوسهم كبيرة قوي ليه كده؟ لا 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 يا جماعة لا يا جماعة استنوا لا. اوكي يا ربي يا ربي الزومبي دول يا اخي المرحله دي العالم ده البدايه اول 7-8 ليفلات كده بيحسسك بالطمانينه، بعدها بقى في الليفل 10 بيبدا الجلد بقى. الو اهلا. اوكي 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 يلا بينا. طيب هو زي اي ليفل عادي الحمد لله، مش لازم ندافع عن نبطه ونعمل مش عارف ايه وحاجات كده غريبه عجيبه. عادي ليفل عادي، الليفل ده بيخلص في ثانيه. مع اني بحب الليفلات اللي فيها ميني جيم وكده يعني، بس يعني الصراحه الليفلات ديت اسهل. اختار النباتات اللي انت عاوزها وتلعب بالمحل زي ما انت عاوز وتجلد الزومبي راحه. اما الليفلات التانيه بقى او ماي جاد مان معانا. ايوه اهلا بالبتاع ده. يعني ايه 10 دي؟ مش فاهم. اوكي اوكي خلاص علي الله ان شاء الله يطلع سهل. الله اهلا. لا يا ابو ماجد ده ابو سيدك. لا ارجوك لا ارجوك خلص منه. يا لهوي. اوكي جماعه جي جي مهاجم ابو مهاجم ده مش هنعرف نخلص منه الا بالتشيك. اوكي الحمد لله خلصنا الليفل 12 وليتس جو. هات نفس التشكيله بالظبط نفس التشكيله بالظبط. صراحة التشكيلة طلعت ممتازة قوي. اوكي يا جماعة الحمد لله طلع الليفل سهل قوي، مع ان الزومبيز كنت على فكرة فيه، بس صراحة الليفل طلع سهل جدا. الليفل طلع سهل جدا وليتس جو. ادانا نبتة الصبار. اوكي يا جماعة انا شكلها واقف لحد هنا، كان نفسي اكمل لحد الليفل 16 بس احنا خدنا وقت طويل قوي يعني الصراحة خدنا وقت طويل قوي في التسجيل، يعني تقريبا خدنا حاليا ساعة ونص بفضل طبعا الليفل 10 يعني خلانا نعيد الليفل اكتر من مره يعني الليفل 10 ده. فيبقى يا جماعه هنضطر ان احنا نوقف لحد هنا ان شاء الله باذن الله. في الفيديو الجاي راح نكمل يعني احتمال نوصل ليفل 24 او 23 يعني نوصل ليفل عالي يعني ان شاء الله. فطبعا يا جماعه شكرا لكم على المشاهده، نشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.